السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ في البداية تقول الله صلى على النبي، اللهم صل وسلم عليك يا نبي. في المقطع هذا هشرح لكم عن الموقع الجديد اللي هو أفضل صديق، مسابقة مسوي لنا تقدر تربح من وراها جوائز وبكاس أسطوري. فقبل ما نبدأ المقطع، أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي يشترك في قناتي، ولا تنسى تفعيل زر الجرس، ولا تنسى استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسى تدعم المقطع بلايك. وخلينا ندخل في التفاصيل. طيب، نزلوا اليوم موقع اللي هو أفضل صديق، العبوا معا واحصدوا المكافآت. سووا له فيديو ترويجي، فقبل الفيديو الترويجي بقول لهم، يقول ماذا أفضل من الفوز في الانتصار الملكي؟ هذه المسابقة حتكون من 31 أغسطس يعني من اليوم إلى 12 سبتمبر، يعني مدة 12 يوم 13 يوم عشان تأخذ الجوائز. الحين أشغل لكم الفيديو الترويجي. تمام؟ طيب، خلينا ندخل بالتفاصيل. شوف، انا من العصرية المفروض انزل المقطع هذا الساعة 5 العصر، فالصراحة في نقطة في الموقع ده ما فهمتها الى الحد الان، الحمد لله فهمتها، عشان كده ابى افهمكم اياها عشان تاخذوا نقاط زيادة. اوكي؟ طيب، يقول لك قم بزيارة الموقع. قبل ما ادخل الموقع ابى افهمكم شيء صغير. يقول لك يعتمد تقديم النقاط الخاصة بنا على الوقت الذي امضيته مع صديقك، يعني هم يحسبوا النقاط الوقت اللي امضيته مع صديقك، مثلا تلعب معه 10 نقاط، يقول لك كل 10 دقائق لعبتوها معا تاخذ نقطة واحدة. في باتل رويال، الباتل رويال يعني الوضع الزوجي الثلاثي السكواد، تاخذ نقطة كل 10 دقائق، اوكي؟ طيب، كل 10 دقائق لعبتوها في الوضع الابداعي، أي نوع من النوع الابداعي. إذا لعبت مع صديقك، في نقطة مهمة لازم أفهمكم إياها، صديقك يكون مضاف عندك في الإيبك في السوني، يعني ما تدخل سكواد عشوائي وتحسبه من أصدقائك، لا. لازم يكون مضاف عندك. دحين ابين لك واشرح لكم الطريقه. يقول لك كل 10 دقائق لعبتوها معا في الوضع الابداعي تاخذ نقطه، كحد اقصى 6 نقاط لكل يوم، يعني الوضع الابداعي اذا دخلت مع صديقك اذا لميت 6 نقاط ما تقدر تجمع اكثر من كده، بس في الوضع الابداعي. اما الباتل رويال جمع نقاط زي ما تبغى. تمام؟ يقول لك مكافاه، خلال المكافاه اليوميه المختار، هيركزوا في هذا الكلام، هو هذا الكلام اللي انا جلست فيه 3 ساعات ابغى افهمه وافهمكم اياه. يقول لك خلال المكافأة اليومية المختارة لمدة 60 دقيقة ستتلقى 3 أضعاف المكافأة. شفتوا كيف؟ الحين أوريكم الطريقة إنكم تأخذوا 3 نقاط بدل ما تأخذوا نقطة كل 10 دقائق. خلينا ندخل الموقع. أنا أحط لكم الرابط يدخلكم على الموقع على طول، مو ضروري إنكم تدخلوا في اللي أنا دخلته. طيب، هذه هي أفضل صديق، كون فريقا مع الأصدقاء وافتحوا المكافآت. المكافآت هي عبارة عن إيموجي مصافحة من الفضاء الخارجي، وهي أغنية ريميكس الغزو، وغلاف شاطئ الحياة. خليكم انت ركزوا على البكاس، هذا البكاس مرة خطير، مع ولا الفأس البحري هذا اللي وسطه كده السمك يتحرك ترى ما يقعد. تمام؟ طيب، يقول لك كيف تربح النقاط، العب مع الأصدقاء، دوبي شرحت لكم. كل ما تلعب يقول لك كل 10 دقائق نقطة، وكل 10 دقائق في الوضع الابداعي برضو نقطة، عندك 6 نقاط، وكل دقيقة 3 نقاط. دحين أفهمكم كيف تربحوا كل 10 دقائق 3 نقاط احسن من نقطه. طيب، خلينا نفتح الموقع. افتح، تضغط هنا نفس انا ما ضغطت. طيب، يدخلك على ايبك طبعا. سجل بريدك الالكتروني والرقم السري، الشيء المعتاد يعني اللي نعرفه. اوكي، كده دخلنا. بعد ما سجل ايميلك ورقمك السري حيدخل على طول. يقول لك تهانينا، انتهى الجزء الأصعب، تأكيد المكافآت اليومية، هذه هي اللي أباكم تركزوا فيها. إذا أنت عندك هنا أوقات، إذا حددت وقت معين، يعني عندك من ساعة 1 للساعة 2، في هذه الساعة أي جيم تلعبه مع خويك تأخذ بدل نقطة 3 نقاط، كل 10 دقائق تأخذ 3 نقاط بدل نقطة واحدة. يعني الوقت هذا اللي حتحدده
في كل 10 دقائق تاخذ 3 نقاط، بعد الوقت هذا كل 10 دقائق حتاخذ نقطة، فهمتوا كيف؟ فانت اما تختار صديقك احسب معاه الوقت عشان ايش؟ تلعب معاه وتقدر تاخذ في كل 10 دقائق 3 نقاط. طيب في ملاحظة حفهمكم اياها، اذا انت فكيت الموقع ولعبت مع صديقك مو لازم صديقك يفك الموقع، مجرد انك انت اول شيء تدخل الموقع وتسجل وكل شيء، بعدين ارسل له طلب دعوة عشان يلعب معك، تلعب معاه انت بتاخذ جوائز هو ياخذ كمان، مو ضروري هو يدخل الموقع، فهمتوا كيف؟ فالوقت اللي حتحددوه هنا اذا لعبت معاه تاخذ 3 نقاط، غير الوقت هذا بتاخذ النقطة حقك طبيعي، فهمتوا كيف؟ طيب تأكيد المكافأة اليومية، أول ما تسوي الوقت ترسل، إذا أرسلت ما تقدر تغير الوقت إلين اليوم الثاني، يعني إذا على مكافأة واحدة، يعني مثلا اليوم اخترت وقت، اليوم الثاني تختار وقت، ما تقدر تغير، لأنك دحين لما تحدد تسوي إرسال، أول ما تأكد الإرسال بعد كده خلاص تلعب معاه في هذا الوقت، ما تقدر ترجع تغير وقت ثاني وتلعب، لا لا لك مرة واحدة في اليوم، أوكي؟ طيب هنا عندك المكافآت وريتكم اياها، كل شيء واضح قدامكم، فهمتوا كيف تربحوا الثلاث نقاط؟ طيب هوريكم كيف حساب النقاط وكيف كل جائزه كم تاخذه، وهذه قدامكم، هذه ما تبان عندكم، ما تتبين اول ما تلعب مع الجيم، دحين انت لو دورت ما تبين، انا عشان في حسابي الثاني لعبت جيم وطلعتها ووضحها قدامكم الان، اوكي؟ طيب اول جائزه تجمع ثلاث نقاط تاخذها، ثاني جائزة اللي هي الموسيقى 10 نقاط، ثالث جائزة اللي هي اللون 20 نقطة، رابع جائزة البيكاس اللي هي 50 نقطة، الإجمالي 2 نقاط، تمام؟ اوكي دحين أوريكم الصورة الثانية عشان ايش؟ تعرفوا كمان، أها شايفوا كيف؟ يطلع عندكم هذا الحساب النقاط، كم نقطة عندك وكم الإجمالي، كل شيء واضح قدامكم، تمام؟ كل 30 دقيقة تسوي فريش للصفحة عشان يبين لك انت كم اخذت نقاط، كل 30 دقيقة لازم تفهموا هذا الشيء، مو كل شوية تسوي فريش، لا كل 30 دقيقة تسوي فريش يبين لك، فتاخذ اول ما تاخذ اول جائزة تتبع الجائزة الثانية، يعني تقدر تاخذها في يوم واحد، اكرف 24 ساعة تطلعها كل، ما انتهى الموضوع. الصورة كذا واضحة قدامكم، كذا وصلنا لنهاية مقطعنا، ان شاء الله تكونوا استفدتم من المقطع، ان شاء الله تكونوا فهمتوا كل شيء تمام، واللي مو فاهم ارسل لي في التعليقات ازيد اوضح له كمان. أتمنى أي شخص ما اشترك في قناتي اشترك في قناتي، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس، ولا تنسوا استخدام كود الايتم شوب X2X2، وأهم شيء لا تنسوا تدعموا المقطع بلايك، وإن شاء الله نتقابل في مقطع آخر، وفي أمان الله.